طيب سابع، نفتح كتابنا صفحة 28، لا 30. 30 يا سابع، أخذنا في الدروس السابقة أو بالدرس السابق عن الفعل المضارع الآخر، صحيح الآخر. نرجع نسترجع معلوماتنا. إنه الفعل المضارع حكينا يا سابع إنه الفعل بدل على الزمن الحاضر مستمر، لسه ما زال مستمر. المعلمة تشرح، الطالب يكتب، شيء مستمر، تمام. أما الصحيح الآخر يعني يا سابع تنتهي حروفه بحرف صحيح يخلو من حروف العلة. سابع ركز معي عشان بالامتحان بتصير مش شايف إشي. في حالات طبعا معينة، هي في حالة الرفع والنصب والجزم. حكينا أيضا الفعل المضارع هو يا بيكون معرب، معرب بشو؟ يا إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم أو جزم، تمام يا سابع. الآن حكينا يا سابع في حالة الرفع لم يسبق بشيء، صف سابع، أنا طالب صف سابع لازم أعرف الفعل المضارع. فعل مضارع مش مسبوق بإشي من حروف النصب أو الجزم، معناته مرفوعا بالضمة. أما بالنسبة للنصب، للنصب يجب أن يسبق بأحد حروف النصب وتكون علامة النصب الفتحة. ما هي حروف النصب محمد؟ نعم، صف سابع برضو أشياء أساسية ما لازم أنساها. حرف الجزم، حروف الجزم ما هي؟ ما هي حروف الجزم؟ ما هي حروف الجزم؟ ارفع إيدك، في إشي اسمه نرفع إيدينا. أكينان، نعم، لام الأمر أحسنت، ولا النهي، ولم يسابع. إذن أخذنا طريقة سريعة للتمييز بين لام التعليل ولام الأمر. حكينا جهز الفلاح الأرض ليزرع الأرض، ليزرع الأرض يا سابع. اللام هاي شو نوعها؟ وقف شوي بالله. لام التعليل حرف نصب، تمام. وين كتابك؟ طب جيبه يلا بسرعة. طيب مثلا لتدرس جيدا شو نوع اللام؟ لتدرس جيدا شو بعمل أنا قاعدة؟ بأمر، نعم. إذا لام الأمر. نفتح كتابنا صفحة 30 سريعا. نعم، لتدرس جيدا أو ليحترم الصغير الكبير أو ليحفظ الإنسان كرامته. كتبنا صفحة 30 سريعا يا سابع. طبعا أكيد إحنا لسه ما لخصنا القاعدة، السبب لأنه كان عندي ورقة عمل واختبار يومين، إن شاء الله راح ألخصها. نبدأ بالسؤال الأول، يلا تفضل محمد. نعم، إذا شو نوع اللا هون يا محمد؟ نعم، كبر الخط شوي. إذن لا الناهية وتقهر، هم شو بدهم؟ الفعل المضارع، مش مشكلة. الحركة الإعرابية اللي هي يا سابع السكون، والفعل المضارع يا سابع هي بمربع. إذن مين يعربوا إعرابا تاما؟ أشوف إعرابات أساسية مش لازم أنساها أساسا. إذن ناهية حرف نصب مبني، حرف جزم، حرف تمام مبني. وتقهر فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون، ظاهر على. طيب باء، أحسنت، يلا أسرع، تفضل حذيفة. تمام، نعم. شو مسبوقة بحرف نصب؟ مسبوقة حرف جزم؟ مش تقدر تحكي لي مش لازم تنسبق بإشي، ممكن تنسبق باسم عادي. إذا إيش هاي؟ نعم، مضارع مرفوع. يلا يا في شيء ثاني؟ نعم، اللي هي ايش هاي؟ بدنا نحكي انها مرفوعه بالضمه. نرفع ايدينا برضه. لا انت جاوبت محمد، لا لسه با اجي با. نريد ايضا مرفوعه، وان نعم أحسنت منصوبة.
لنفتخر ايضا يا عبد الرحيم منصوبه ايضا منصوبه شو نوع اللام هون لام التعليل حرف نصب اذا يا سابع تمييزي لحروف النصب والجزم هو اللي بخليني اميز كل شيء يلا يا ريان جيم يلا يا ريان واضح الخط هلا بوضحه اكثر هلا مش مشكله بعيد ريان تفضل يا مس تمام هاي الدائره يعني سكون الدائره هاي ضمه هلا احط لك ضمه هون سكون شوي يا ريان استنى يا مس ريان احكي لي اشوف نعم يراقب اذا فعل مضارع مرفوع بشو يا ريان احسن ايضا في شيء ثاني هي بده يحكي هو ريان احسن منصوب بشو بالفتحه بالفتحه احسن نصبه الكي وهو الفتحه احسنتم ما الاعراب الاخطاري الاخطاري نعم والاخرين شوي خليها شوي مين يعرب لي اشوف النشرة الجوية، شو اعراب الجوية يا سابع؟ نعم نعم احسن وحياة سعيدة ايضا شو صفة الحياة؟ سعيدة تمام دائما سابع امبارح قلت لكم نعت بالامتحان يعني الصفة لازم يكون نفس الحركة الاعرابية نفس قلة التعريف او التنكير ومؤنث مؤنث مذكر مذكر خلصنا؟ اضبط يعني نضع الحركة المناسبة في كل من ما يريد محمد تفضل اضبط حركة الحرف الأخير فيها تحت وخط قدام الأخير نعم مين بيحكي لي معنى الحديث الشريف؟ احنا لازمنا على فكرة دروس زي هيك أهم من دروس القواعد قيم ومبادئ نتعلمها مش مين يفسر لي معنى الحديث اشوف يا محمد نعم ربنا بكتبه نعم صديق ما الحركه المناسبه يا محمد هون الفتحه ليش حرف نصب رائع وحروف النصب تنصب الفعل المضارع احسن با يلا غيرهم بدي طلاب جداد اسامه تفضل نعم اذا ليش كسره نعم سكون مالها بتنهي عم تعطيني نهي نهي هل مين يميز لي سريعا لا النهي عن لا النافيه سريعا غيرهم لا النهي احمد يلا احمد تنفي بس ما بتاثر على الفعل المضارع احسنت احسنت يا مس خلصنا شو بدي امحي اطلع لفوق يلا يا محمد رماوي تفضل نعم اذا غيث يحترم اذا انا مش مسبوقه باحد الحروف الناصبه والجازمه اذا ضمه احسنت فلم شو راح نعم احسنت اذا سكون لانها مسبوقه بلم الجازمه احسنت جدال غيرهم عمار احسنت بالفتحه لانه لام احسنت لازم اميزها عن لام الامر بشكل سريع ها غيرهم الشاطرين تفضل كنان مصونة نعم أحسن إذا لام الأمر ميز لا عن لام يمكن أجيبك بالاختبار ميز أو فرق أحسن ريان تفضل ممتاز ريان زيدي علامة لريان أشوف لأنه متبع معي وبطل يحكي وبيشارك باستمرار إذا حرف نصب إذا من حروف النصب إذا مضارع منصوب أحسنت يا ريان إذا يا سابع
بدنا نعرف دخول حروف النصب بنصب، حروف الجزم بجزم، مش مسبوق بشيء لا بنصب لا بجزم، بضل مرفوعا بالضم. احسنت. تبع معي قواعد مهمه يا سابع، لسه شوي بصير قواعدنا اصعب. غيرهم كل الرافعين شاركوا، غيرهم ليث بدنا نسمع صوتك بس. يلا تفضل ساعد انت وزميلك. نعم احسنت، رائع. بدي امثله جميله وهيك تكون فيها قيمه. يا محمد اي وحده؟ يلا نبدا. لا نبدا لا عشان نكتبها على طول. لا تلعب في الشعر. نعم، اذا هلا راح اعطي مثال على لا ناهيه. لا ناهيه اللي هي محمد رماوي اهدى. بدي مثال. عمار اذا ضليت هذه بزيدك علامه. هي حكيت بس لا نذهب الى. نعم نصحت ابني ان لا يلعب كره. كويس احسن. او لا تتاخر عن موعد. إذا هاي دائما لما بنعطي جملة يكون فيها قيمة ونستفيد منها بحياتنا، ونصلي يا سابع ونتابع الصلاة معناته ناخذ أجر عظيم. إذا لا تتأخر معناته شو الحركة المناسبة على الراء؟ سكون. نعم أحسنتم. شو نوع اللا؟ لاهية. نعم يلا شدي إيدك بسرعة، شدي إيدك. لا تتأخر. معاكم خطة؟ طيب نشوف. أشوف مجد ما سمعناش صوتك اليوم. لا هي قديمة جديدة الجديدة. لا جديد اللي وسعوها اليوم. لسه 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 مس لسه 31. مش مشكلة يلا مش مشكلة خلاص. يلا مين أشوف ريان نسمع جملته. بدي جملة قوية وحلوة. أحسنت رائع. كويس. نعم بس ايش هاي رائع. هاي للا ناهية. احسنت. خلصنا لا خلصنا. لا بدي لا الامر. لام الامر. اسامة الوراق متى بيشوفوا؟ اقعد يلا حبيبي الله يرضى عليك. احسنت. لا ليحفظ صوته. هاي تعليل. هاي لام التعليل. نعم رائع. يلا لا عجبتني جملة حذيفة. إذا خلينا أكتب عشان نختصر الوقت. لام الأمر لتذهب إلى المسجد قبل قبل موعد الصلاة. نعم يعني في عبارة جميلة كانت يوم من الأيام موجودة على مكان يعني محل مفتوح. فلما هلا بتلاقي محلات مفتوحة لما بصير موعد الصلاة شو بيلفوها؟ بصير مغلق. بس فشو بيكون مكتوب غير موعد الصلاة؟ مغلق ننتظرك أو نسبقك إلى الصلاة. فهيك بتشجع الناس إنه مش بس كلمة مغلق، أيضا مثلا نسبقك إلى الصلاة إنه هو سكر عشان موعد هاي الصلاة. أحسنتم. وإنتوا كمان الشغلة السابعة بحب أعطيكم نصيحة. قيس ممنوع تضحك. سابع برضو نصيحة، يعني إنتوا بينكم شباب هالعمر أكيد كل واحد فيكم بيته إلى مسجد قريب. بكرة مثلا صلاة الجمعة اكسبها يوم الظهر، صلاة الظهر
اذهب للمسجد لو صلاة واحدة. تمام ممتاز. طيب إذا لام الأمر نسينا نحط السكون يا سابع. خليني أخلص عشان أمحي. هلا بخليك. آه اسمع أحكي. أحسنت رائع كنان. في صوت. أحسنت رائع. نعم أحسنت. أحسنت يا عمار. أحسنت. ها كنت أشوفه. كويس. كويس يا سابع. مش مشكلة. آه أحمد خليك بحالك لو سمحت. آه يا أسامة آخر شي بدي أسمع. أيضا عن لام التعليل. أحسنت. نعم أعطيني جملة أنت. مش داش مش محضر. أنت دائما بتحضر. تمام أحسنت. خلاص يكفي معلش. عون ما سمعت صوته احكي. أحسنت رائع. أحسنت. خلاص إذا أنا يا سابع الآن بكتب لكم إياها عشان هيك محيت. جمال عادي. آه لو كتبها ومجهزها ما في مشكلة. لن أتكاسل أو لن أخالف أو لن أتراجع عن قول الحق. لن أتراجع عن قول الحق. لن هاي لن ناصب. إذا شو رح نحط على العين؟ نعم لام التعليل. أعطوني جمل كثير حلوة. أحسن. الآن خلاص كلكم أعطوني اسكتوا. لام التعليل. تمام. خلوني حافظة. خلص عارفة. جلست. لأحفظ. جزءا من القرآن. تمام. إذا طبعا إحنا هلا دخلنا على شهر رمضان على خير. يعني نحاول إنه نحفظ القرآن ونقرأ يا سابع من دون. ممتاز ممتاز. كويس ممتاز يا سابع. إذا جلست لأحفظ جزءا من القرآن. في ناس طلع علي قيس وقصي. طلع على اسمهم دائرة. أوكي أحمد الحلو تقعدش عند هيك جهة عشان ما يصير نفس اللي صار قبل شوي. قيس وقصي. إذن إحنا بنحكي معلومات كويسة عن الصلاة عن الصوم عن قراءة القرآن. فيش داعي كل شوي أنت بتضحك لأنه ما بنحكي إشي بضحك والله عظيم. يعني تزميلك بحكي بقرأ قرآن مبين بحكي سورة البقرة مش هيك. جلست لأحفظ إذا لام التعليل. تمام. إذا يا سابع هاي هي أمثلة على ما يلي. الآن سريعا صفحة 31 نكمل نموذج في الإعراب. من يقرأ؟ مين ما سمعنا صوت اليوم؟ جواد. ليش ما سمعنا صوتك جواد؟ براء. براء كنا نسمع صوتك على الزوم أكثر أكثر. منرجعك على الزوم هلا. يلا رائد تفضل. أربعة نموذج في الإعراب. لن أكثر من تناول الحلويات لأنه ضر في صحتي. لن حرف نصب. يوسف. فعل مضارع منصوب بلن. نعم. إذا لن حرف نصب. بما انه حرف نصب المضارع منصوب بالفتحه. تمام كمل. اثنين لم ينتظر سائق الحافله المتاخرين. لم حرف جزم ينتظر حرف مضارع منصوب بلن وعلامه جزم السكون الظاهر على اخره. اعلم ما تحت وخطف ما يأتي. تمام. قال تعالى والقي في الارض رواسي ان تميد بكم. تميد فعل مضارع منصوب على فتحه. آه، انت بلشت تعرف خلاص. اذا لام حرف جزم وراها فعل مضارع مجزوم.
هاي نموذج في الإعراب، يعني يمس بعطيني مثال شكل بالإعراب بيساعدني بالامتحان إذا كنت في أمور ناقصة عندي. آه طيب، طلع على يوسف وين عينك، تفضل. لا أن بداية الجملة، المبتدأ بداية الجملة، جملة اسمية، تمام. طيب يلا من يعرف الآية الكريمة؟ يلا يا السابع، يلا يلا رائد ماشي. الآن مش مطلوب أنا، تمام. طيب ماشي، تميدة احكي. إذا فعل مضارع ماله منصوب بالفتحة، منصوب بأن وعلامة نصبه. ايش حكينا يا عون؟ علامة، اشوفك مركز معي بالحصة، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ليه؟ ما سمعت. يا أحمد، ليش حكينا علامات الظاهرة؟ شو دخل بدرسنا؟ أحسنت، رائع. لأن المضارع صحيح الآخر يعرب بالحركات الظاهرة، أما موضوعنا الجديد بالحركة بعدين فيما بعد، بديش أرخمكم مع بعض، الحركات المقدرة. حركات إيش؟ مقدرة. هاي غير، مين هتدخل الدرس اليوم؟ يعني مقدرة بعيد. أحسنت، يعني مثل تطلع هيك ما بلاقي الحركة واضحة، مقدرة بقدرها. هون ظاهرة مبينة على المرأة الجميع إنها سكو ضم فتحة. طيب يلا غير، يوسف تفضل. لا تمزح، أصدقائي القول لا تمزح. تمزح فعل مضارع مجزوم على في البداية اثنين، هيها هون بكتبها. لا نهي وجزم، صح؟ حرف نهي وجزم، تمام. وتمزح ما له هذا، اعطيني يلا اعرفي. فعل مضارع مجزوم على الجزم. طيب والفاعل وينه؟ نس ن... انت، نعم احسن. اذا برضو سابع، هون سابع واحد وين الفاعل فيها ايضا؟ واحد وين الفاعل فيها؟ راجع على الأرض. إذن هي، أحسنت. إذن برضو تسابع، زلولي هاي المعلومة، الفاعل ضمير مستتر تخبيره هي، هاي للأرض. أما تمزح، الأرض مش بالجملة الأولى، هلا لا، ضمير مستتر. شو يعني مستتر؟ طبعا لا، أعاد بسمع، يعني بحكي المشاركة طول الحصة وهو معاي ومتحمس، وهلا بده يطلع برا على الحمام. ضمير مستتر تقديره هي، أما هون بحكي معك أنت تمزح، إذا أنت. يلا ثلاثة تفضل محمد. نشتهي حتى لحق الضمانات مفعولة. هلا بدي أعرفها، احكي. احكي. مرفوع بالضم والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، تمام. قعد هلا جاي نجاوبه بعد اخر سؤال. مره اخرى محمد، ما سمعتش. بالفتحه والفاعل وين يا احمد؟ ضمير مستتر تقديره نحن. إذا السابع صرت تكتشف الفاعل بطريقة سهلة. لسه ما أعربت. هاي خلصت واحد؟ عشان هيك بدي أذكر الخط وأعرب لكم اثنين وثلاث. خلص نزل إيدك، خليني أعرب بهدوء. إذا اثنين، لا يا سابع، حرف
وجد. الآن تمزح. عفوا سكون. فعل مضارع. والله اهدى شوي خلينا نعرف اكثر. مجزوم بلا لا من جزمته يعني بلا الناهيه. وضح لي اللي بحكي سكوت. وعلامه جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره انت. لازم يا مس انا بدي افعل بده فاعل. هذا اثنين. اما ثلاثه راح اعربه بالاحمر فوق. معلش هلا ببعد. هلا ببعد يا سبع للي مش شايفني. مجد هلا بدي ابعد. اي مس ببعد بس دقيقه تحملني. طيب إذن ثلاثة اللي هي مجتهد مضارع مرفوع ضمة ظاهرة خلص عشان المكان. وللفاعل ضمير مستتر تقديره مين؟ نحن. نعم هذا بالنسبة لنا نجتهد. وآخر كلمة اللي هي نحقق أيضا برضو لثلاث مضارع منصوب إيش اللي نصبها إيش الحرف حتى والفاعل ضمير مستتر تقديره. اي مس اكتب بسرعه اكتب لي خطك. في اي سؤال؟ يعطيكم العافيه.